نداء إنساني من أسرة الفتاة أميرة عادل أحمد من محافظة الأقصر مركز الكرنك. تغيبت عن المنزل منذ 26 فبراير، والفتاة تبلغ من العمر 15 عاما وتعاني من مرض السكري، وتغيبت في ظروف غامضة. نرفع النداء إلى وزارة الداخلية ومدير أمن الأقصر. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكركم.